حما المطار العسكري 2/3 جمعة تسليح الجيش الحر. تواجد طائرة مدنية داخل المطار العسكري لسبب مجهول، إما لنقل الشبيحة إلى داخل المدينة أو نقل الذخيرة لقتل المتظاهرين السلميين وقصف الأحياء السكنية في حماة، أو نقل الإيرانيين وحزب الله لقتل أبناء هذه البلدة. الطائرات العسكرية أيضا وتجمع الحشود العسكري داخل المطار العسكري تجهيزا لعملية داخل حماة. وهذه هي الطائرات أيضا. وهم تجمع الحشود في هذه الأبنية.